أنا عمر الأسعد، صحفي سوري وكاتب، مقيم كنت بمدينة دمشق العاصمة، وأنا من مدينة السويدة بجنوب سوريا. كنت أشتغل أو دائما كان شغلي مرتبط بمجال الصحافة والنشر خلال الفترة ما قبل الثورة السورية، وأيضا أثناء الثورة كان عملي بتغطية الأخبار ونقلها لوسائل الإعلام. أجريت أثناء الثورة مجموعة من المقابلات مع نشطاء سياسيين سوريين ومعارضين، بالإضافة لنشاط حقوقي بتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، يضاف إلها عمل مع التنسيقيات باللجان الإعلامية لمجموعة من التنسيقيات، بالذات التنسيقيات القائمة بمدينة دمشق. تركت سوريا بعد ما تعرضت لتجربتين اعتقال. تركت سوريا ب 25 الشهر الأول من عام 2012. بعد خروجي من المعتقل ب 30/11/2011 وجدت أنه الظرف الأمني غير مناسب، ووجدت أيضا أنه أنا ممكن أني أتعرض للاعتقال للمرة الثالثة. بهاي الفترة بدأ يكون اسمي وشكلي معروف بالنسبة للجهات الأمنية أو حتى بالنسبة للنشطاء على الأرض، ولذلك وجدت أنه أنا ما رح أقدر أني أكمل عملي الإعلامي بالذات لصالح الثورة من داخل سوريا. وعلى هذا الأساس، وأيضا تلقيت مجموعة من التهديدات باعتقالي، ولذلك على هذا الأساس خرجت من سوريا. لكن على الأقل أنا قادر إلى الآن أني اكتب عن الوضع بسوريا، قادر إلى الآن أني اكتب البيانات للتنسيقيات أو لبعض المجموعات الموجودة من داخل سوريا. أيضا أنا قادر على توثيق حالات الانتهاك بالأسماء وبالعناوين، وأنا قادر بشكل أو بآخر على نقل الأخبار لوكالات الأنباء أو حتى للتلفزيونات العربية والعالمية. ولذلك بشوف أنه حجم العمل بفرنسا ما نقص عن حجم العمل اللي كنت قوم فيه بسوريا، لكن للأسف أني ما عم شارك مع أصدقائي اللي عم بيواجهوا الموت بشجاعة. الوضع القائم بسوريا اليوم يمكن توصيفه بكلمة واحدة، اللي هي الثورة. الشعب السوري شعب عانى من الاضطهاد والقمع على مدى 40 عام. قضايا إنسانية وملف الاعتقال السياسي وملف معتقلي الرأي بسوريا ملف جدا مأساوي. أيضا إلى جانب القمع السياسي، هناك في سوريا عدة أسباب لقيام ثورة، منها الوضع الاقتصادي المزري والوضع التعليمي وإلى ما هنالك، أو حتى في الآونة الأخيرة بعد السياسات الاقتصادية للحكومة السورية، أيضا حتى المشافي السورية غير صالحة للاستخدام يعني. ولذلك حتى في الآونة الأخيرة بعد السياسات الاقتصادية للحكومة السورية، أيضا حتى المشافي السورية غير صالحة للاستخدام يعني. ولذلك أمر طبيعي أن يكون هناك ثورة في سوريا.